السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم كيف. معكم أنا ضياء من قناة أصحابي. بإذن الله في هذه الحلقة سوف نتعلم كيفية عمل روت لجهاز السوني إريكسون إكسبيريا إريك إس أو LT 18i. هذه الطريقة بإذن الله سوف تكون على نظام الأندرويد آيس كريم ساندويتش 4.0.4. هي طريقة حصرية، وأعتقد بأنها طريقة أو هذه الحلقة مطلوبة لدى البعض من مستخدمين هذا الهاتف. بداية يجب عليك تنزيل برنامج السوني بي سي لتعريف الهاتف على الكمبيوتر الخاص بك، وأيضا يجب عليك تنزيل هذه الأداة، ومن ثم سوف نقوم بتوصيل الهاتف و الدخول على خيارات المطور وتوصيل أو عمل ضبط لخيارات المطور، تصحيح اليو اس بي والدخول على الأمان واختيار الخيار مصادر مجهولة بالتعليم على هذه الخيار. إذن الآن سوف نقوم بفتح البرنامج. هو برنامج أتيت لكم به من بلادي الصين، اطلبوا العلم ولو في الصين. اذا هذا هو البرنامج. بداية سوف نقوم بتوصيل الهاتف، سوف ننتظر حتى يقوم قراءة الهاتف، وبعد توصيل الهاتف ها هو الان يقوم بتعليم. الان هذا هو الهاتف، قام بقراءة الهاتف. كل ما عليك هو الضغط على روت والانتظار حتى انتهاء العملية. العملية سوف تأخذ من 10 إلى 15 دقيقة أو أقل تقريبا يعني. الآن سوف ننتظر حتى يقوم بعمل تنزيل السوبر يوزر أو السوبر سيو. هو الآن يقوم بعمل روت. سوف تلاحظ بوجود أيقونة إي روت تمت نزولها على الهاتف، وبعدها سوف ترى بأن الأداة الخاصة بالروت، نعم الآن السوبر يوزر الآن موجود على الهاتف. إذن عندما يظهر لك هذه الرسالة اعلم بأن الهاتف قد تم عمل روت له. إذا أردت أن تقوم بإزالة الروت اضغط على الروت. الآن كل ما عليك فصل الهاتف وتعامل مع الهاتف، قم بإنزال روم مطبوخة أو قم بإنزال برنامج Link to Set لجعل الهاتف يقوم بعمل تثبيت للبرامج أو بعمل تثبيت جميع البرامج على الكارت الخاصة بك للزيادة من مساحة الهاتف. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. كان معكم ضياء من قناة أصحابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.